مرحبا جميعا، بدي اعطيكم اكثر تمرين انا بحبه بنشد فيه الارداف والمؤخره، من اكثر التمارين المهمه واللي بتعطيكم فرق بفتره قصيره كثير، يعني بتعطيكم نتيجه بفتره كثير سريعه، بس ضروري يا جماعه تركزوا فيه لانه في تفاصيل كثير مهمه تلعبوها صح وتتجنبوا الخطا فيها، تمام؟ نركز في هالتمرين وبوعدكم بفرق سريع بفتره قصيره بس اذا استمريتوا على هالتمرين. اول شيء طبعا الوقوف استقامه، تمام؟ اما بتمسكوا وزن او اناني مي او بدون، تمام؟ رح ننزل بالطريقه هاي ونطلع. طبعا ما نثني الركب والظهر مستقيم، يعني ما انزل هيك واطلع مثلا، تمام؟ لا هيك خطا، تمام؟ راح اثبت الساق واثبت الركب، تمام؟ راح تحسوا بألم وانتوا بتنزلوا، خصوصا في الخلفيات، بس عادي، شوي شوي راح يزول الألم وتحسوا بالفرق. طبعا رجلينا ما يكونوا مفتوحين، رجلينا برقم 11، تمام؟ مستقيمات. راح تمسكوا الوزن أو بدون وزن على حسب المتوفر عندكم أو أناني مي اللي بدكم إياها. وراح ننزل، تمام؟ ونطلع. مهم جدا، مهم جدا نحافظ على استقامة الظهر، ما انزل هيك تمام وبس، لا استقامة الظهر واستقامة الساق. راح تحسوا ضغط هنا، تمام؟ ولكن شوي شوي الامور راح تكون تمام.